أريد بداية أسألك إنه شنو الشيء اللي دفعك اللي تختارين هذا الفن التشكيلي بالذات؟ هل عندك أنت يعني هواية بيه من أنت وصغيرة؟ اكيد هو كل انسان الموهبه تنمي من هو طفل، بس اني كان بالنسبه لي الفن كان ثبات داخلي. يعني انا وصلت مرحله بعمري، يعني قبل 6 سنوات بلشت ارسم، الحياه اخذتني مع الاولاد والهاي، فما اكتشفت حالي مثل بس بعدين مثل البركان وفاض مثل ما يقولون. والحمد لله ابدعت بالرسم، دخلت اول شيء تصميم ازياء، بعدين شفت نفسي ارسم لوحات وجوه، تقنت اللوحات والوجوه اكثر، حسيتها قريبه على نفسي اكثر. حلو، فالحمد لله هيك قاعده وياكم اني هسه وصلت اكيد الاريده. منورتنا طبعا. اكيد اهلا بس وسهلا. شباب اذا ممكن تسدون علينا الاير بيس. طيب جانا اليوم اكو نقطه كلش مهمه، انه مرات نشوف اشخاص نعم يكتشفون، هم مكتشفين شغفهم من وقت، ولكن مثل يعني حضرتك كمثال انه يبدون يشتغلون عليه بشكل يعني متاخر. هل اليوم هذه النقطه دعمتك بحيث انه انت جمعتي المعلومات الكافيه وجمعتي البيس الاساسي على الموضوع وبديتي يعني تنقشين هذه المعرفة اللي هي امتدت لسنوات؟ طبعا، يعني هو الانسان اذا ما اشتغل على حاله منو حيشتغل على نفسه؟ يعني هسه اذا ما طورت حالي مستحيل يعني اضل قاعده نفس مكاني. التوعيه، اشوف فنانين، احضر يوتيوبات، اتوسع بالمعارض، اشوف الفن، اكيد هذا كله ساهم انه انا يعني افتح بصيرتي على الاشياء اللي انا دا اوصلها. بس انا كمدرسه واقعيه انقل الواقع نفسه مثل ما هو، يعني قصص، يعني اشياء انا مريت بيها، اشياء صاحباتي مروا بيها، فكلها هي رساله. هو الفن هو رساله نقدم للمجتمع. فاكيد لازم نسقل موهبتنا، اكيد لازم نطور بحالنا، وما له دخل العمر اذا جيت متاخر ولا من البدايه، ما له دخل هذا. ممكن كثير من الاشخاص اليوم يتابعونا وعندهم هذه الموهبه بداخلهم هم مكتشفيها، ولكن يقول لك انه انا مثلا ما اقدر اروح دورات، ما اقدر اسافر من مكان لمكان. اليوم بابسط الامكانيات شلون نقدر نطور ما بين الممارسه؟ يعني الممارسه، ظلي ارسمي 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 او طوري موهبتك بشغله معينه راح تبدعين فيها. يعني هو هسه اي شيء احنا نمارسه يوم 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 يصير عادي بالنسبه لنا. فالممارسه اهم شيء، ماكو شيء يمنعني، ما اقدر وعندي وقت، لا، افرغ وقت معين، يعني كبني ادم او كانسان افرغ وقت معين لنفسي امارس موهبتي بها، مو غلط. طيب انت دخلتي في مجال الفاشن ديزاينر وهذا الشيء اليوم كلش حلو، حتى ما موجود عند الكل اليوم، عادي ممكن انه يدخل هذا المجال يكون عنده الامكانيه الماديه حتى يدخل هذا المجال، لان انت تعرفين انه هو يراد له هواي اشياء بس ما عنده الفكر. انت اليوم رسامه، فممكن انت يعني انا متاكده انه انت من دخلتي بهذا المجال ابدعتي بيه. شنو الشيء اللي خلاش تتركين هذا الموضوع لانه ما لقيتي شغفك بيه فحبيتي الرسم بالضبط. اكثر ما حسيت جنه فيه. يعني هسه انا صممت لناس معينين، يعني ارسم على ملابس او عبايات، ما حسيت جنه، يعني ما حسيت كياني موجود. يعني انا هسه من اتضايق او امر مرحله معينه اروح ارسم اعبر عن نفسي بلوحه بالرسم، اي فالتصميم الازياء هو حلو بس انا بصراحه ما زين. بالحالتين تكونين ترسمين اذا انت ضايجه واذا انت بالحالتين بكل احوالي فرحانه ضايجه ارسم، هنا اللوحه راح تحكم اذا انت ضايجه ايوه بالضبط. بس الابداع يعني 100% من اكون ضايجه. حلو، يعني كل طاقتي تتفرغ فيه. حلو. طيب اليوم اذا خلينا نتحدث شوي عن اللوحات المتواجده هنا بالاستوديو، نبداها باول لوحه اللي هي طفله خيال وامامها خيالها واكو اضاءه من فوق واكو المكان المتواجده فيه هو كانه ما اقدر اميز. هسه هي كجنه او كانسانه هي حاطه ستاره، نعم هي ثايره على الواقع، هي واقعها انه هي بس شوفي حركه الخيال تختلف عن حركتها، عن اللي هي الخيال فارده ايدها او عندها احلام وطموح، بس الواقع اللي هي فيه انه مسكر عليها، فاهمة؟ فالآن أريد أوصله برسماتي قصة أو فكرة إنه الثورة اللي داخل الطفلة هاي، إحنا كل إنسان طفل جواته سواء رجل أو امرأة. فهاي اللوحة كنت مرة بفترة معينة الحمد لله عديتها، فكانت إلي أهداف وطموح تختلف عن واقعي فثرت عليها، فكانت هاي الستارة هي الواقع اللي إحنا عايشين ومفروض عليها شنو ما تقدرين تغيري، بس أحلامي غير أنا ان شاء الله احقق. نقدر نقول الستار هو الواقع والانعكاس، هذا هو الهدف او الحلم بالضبط اللي كان متواجد. طيب جنى، هاي اللوحه اللي زميل بدران سمى لنا اياها بس ما نسيت الاسم شنو بالضبط. طيب هذه اللوحه هذه الام
يعني هسه كل احنا بينا هاي مرينا بهاي المرحله، امنا تسوي كيك، امنا حلو. لازم ناخذ من الطحين لازم نخرف. فحبيت فكره هيك بسيطه للانسان يرتاح نفسيا من يحطها ببيته، يرتاح نفسيا من يشوفها. فكانت بسيطه جدا هي، بس الحمد لله يعني بالمعرض من قدمتها كانت كثير لها صدى حلو. حلو، فالناس حبوها يعني، حتى كبار بالعمر يحكون احنا كنا هيك صغار ويا امهاتنا وياي. نعم صح. فهو الفنان يحاكي كل الارواح يعني، كبير صغير شاب كل الأعمار. نعم. طيب احنا راح نتحدث عن لوحه، نعم هي مو موجوده ويانا ولكن راح نستعرضها على الشاشه لانه احنا ما لحقنا تكون ويانا لانه تم بيعها بشكل مباشر. اللوحه تعرض الان على الهواء، هي لوحه بعنوان الفقد، حدثينا عنها اكثر. طبعا هي ككل انسان يعني، والله يبعد عنا الفقد. امين يا رب. اكو اشخاص معينين بحياتهم يمرون مرور، فهي اللوحه عباره عن حائط البنت تتخيل حاضنه اللي فاقدته. فانا لا اراديا يعني طلع لي وجه بابا الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. فرسمته وطلعت هي على الاب، يعني على حضنه الاب هاي كلها امان وسند ويكون بظهرك. فالحمد لله انباعت والف عافيه على اللي اقتناها. يعني اكيد مبارك عليه. رائعه هاي اللوحه يعني بكل المقاييس. يمكن اللي يشوفها الوهله الاولى ما راح تتوضح عنده، ولكن مجرد ما ركز بيها ثواني معدودة طبعا مباشرة رسالتها راح توصل. طيب نروح للوحة اللي بعدها. هاي طبيعة يعني اختاريت راحة نفسية، واحد يعلق بالبيت، مرات نحتاج ببيوتنا نعلق أشياء كديكور او فتشي راحه نفسيه للمتلقي. فرسمتها هاي ايام كورونا يعني كان كنا مقطوعين وحضروا هاي، فطلعت لي بهاي الجماليه الحمد لله. حبيتي تنطين طاقه ايجابيه شوي. بالضبط. حلو. طيب جنى، احنا مثل ما نشوف انه اليوم عندك اكثر لوحات يعني شفناهم حتى على البيج اني وهج، فشفنا اكو شغلات سالناها انه مبيوعه. الحمد لله. اكيد بالعافيه على اللي اشتراها، بس اليوم مثلا انه احد حب لوحه ما معينه مثل اللي كانت موجوده قبل شويه اللي هي لوحه الاب، انه تكون موجوده، فانه حبيت انه تسوي لي نفسها. عادي. بنفس يعني على بنفس الامكانيات وبنفس اللي بالملامح ونفس. انت ليش لانه داسل هذا السؤال؟ لان انت تقولين انا بيوم اللي اكون دا ارسم يكون عندك شغف لهذه اللوحه اللي فتكونين انه في مود معين وترسميها. فهل تنتظرين هذا المود يلا ترجعين ترسمين نفس الرسمه حتى تجيبيها 100% وتطلع بيور نفس الرسمه الاصليه؟ هي طبعا حسب الحاله النفسيه يعني يعني كل لوحه حسب حالتي النفسيه. بس اكيد اذا احد طلب رسمه معينه او هسه هو يطلبوني لوحات يحكوا لي ما نحب تعرضيها لان حتى ما تكون مكرره ببيوت ثانيه. فمن ارسم رسمه اكيد يعني نفس الاحساس نفس الهاي، بس ما حتكون مثل الاولى. صح، ما حتكون مثل الاولى. يعني اللي يعني ياخذ اول لوحه هو هذا اللي يفوز يعني. تطلع من روحي يعني، هي اللوحات انا احسها اولادي، احسها جزء من جنه، من روح جنه تطلع. فيعني اقدر اسويها يعني طبعا نفس التكنيك انا يعني رسمتها. أيه. بس انه الاولى غير شكل اكيد يعني بيها حتى بيها روح. اقتناها والله العظيم قلبي وجعني. لا بالعافيه. بالعافيه علي. بس قلبي سمعت ودي اكيد يشوفني. لا بالعافيه علي اكيد بصراحه يعني، وبالذات انا احس رواد هذا المجال الا يعني اصحاب الذوق الرفيع جدا. بالضبط. اللي يفكر انه هو يستثمر بلوحه معينه. بالضبط. احنا نعرف انه اللوحات بها مجهود الفنان يعني، وثمنها مهما كان غالي ما راح يعبر عن قيمه الجهد. صح. اللي وضعها الفنان. صح. باللوحه. صح. طب اليوم جنى حابه اعرف طموحك، وين حابه توصلين وايش قد حققتي من هذا الطموح؟ أنا دائما طماعه شويه بطموحي يعني، ايش ما اوصل اقول اني بعدني بعد يعني، هو احس انه الطموح يحقق انجاز والانجاز يوصلني للرياده. فاني ايش ما اكون واصله مرحله اقول لا بعد فان شاء الله اوصل اكون جنة حافظ، الاسم الكبير اللي معروف بالوسط الفني والفنانين يعني. مع الاسف هسه احنا التذوق الفني بالوطن العربي قليل جدا يعني، حتى اللوحات من يجون يقتنوها يقولوا لك غاليه وما ما يقدرون وقت وجهد وظهر مكسور وتعب. فانا ان شاء الله احقق حلمي انه ان شاء الله اوصل العالميه يعني. ان شاء الله يا رب. جنى شرفتينا ونورتينا، ونتمنى انه اللقاء يطول اكثر بصراحه، بس انه اكيد لقاءات ثانيه. شكرا جزيلا لتواجدك. شكرا جزيلا. هلا وقلبي.